لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كيف تقرؤون الدعوة التي وجهها الحلبوسي لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بعد يوم واحد فقط من استلامه لمهامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. يعني لا غرابة أن تكون هذه الدعوة هي في سياق النتائج التي آلت إليها الجلسة الأولى التي من خلالها تمخض انتخاب الحلبوسي نائب يعني رئيسا إلى مجلس النواب. وأراد فيها أن يقول الحلبوسي إلى الإيرانيين أن نحن جادين في الوقوف معكم، وبالتالي نؤكد أنف العلاقات التي تربطنا معكم، وأنتم عامل أساسي وفعال في العراق. هذه الحقيقة العوامل الرئيسية والملامح التي نستنتجها أو نراها من هذه الدعوة، خاصة وأنه هي كانت أول دولة بل أول مجلس نواب في العالم وفي المنطقة وفي الإقليم وفي الدول من وجه التهنية إلى الحلبوسي بفوزه. هنا أنا أقول حتى يكون واضح كلامي أنه الفاعل الأساسي والعامل الأساسي الإيراني يبقى قائما، ويبقى النفوذ والهيمنة الإيرانية مسيطرة على جميع الأوضاع السياسية، ولا نأتي بجديد. قلنا أن العراق الآن هو تحت السطوة بل تحت المشروع الإيراني الذي يراد منه البقاء بهذه الهيمنة على جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا كانت التهنئة التي أراد إيران أن ترسلها، وهي رسالة أن العراق هو يعني لا يزال في الحضن الإيراني، وأنه ما تحقق هو يعني في جلسة مجلس النواب في اختيار رئيس النواب إنما أكد الدعم والمساندة التي التمسها من خلال الدعم الذي أتاه من الكتل والأحزاب السياسية المدعومة من إيران، وأقصد بها التحالف البناء ممثلا بالفتح وممثلا بدولة القانون وباقي الأحزاب والكتل السياسية. يبقى هناك جانب مهم، أن جميع هذه العملية السياسية إنما هي كانت هي يعني وبانا على الشعب العراقي. إذا أخذنا في جانبه من بداية بعد الغزو الأمريكي على العراق، كانت هناك شواهد كثيرة للفساد السياسي والفساد المالي الذي أثر هذه العملية السياسية التي أصبحت وبالا على الشعب العراقي، وما آلت إليه الديمقراطية المزيفة التي بشر بها الاحتلال. فنراها ليست ديمقراطية لواحة خضراء كما قيل، وإنما هي أصبحت ديمقراطية لسفك الدماء ولمزيد من هدم البنية التحتية للعراق. سيد إياد، لو نتحدث عن هذه المجاملة الإيرانية ورد الاعتبار الذي قام به الحلبوسي بتوجيه الدعوة لرئيس البرلمان، كذلك قام بالتعبير بشكل علني عن معارضته للعقوبات الأمريكية على إيران، إلى أي مدى تظن أن مثل هذا الموقف سيعرض العراق لمزيد من المشاكل السياسية باتخاذ مثل هذا الموقف؟ يعني هنا العقوبات المفروضة على إيران ليست لا تتعلق بتصريح لنائب او لرئيس مجلس نواب او لقرار، هذا قرار سياسي تتخذه الحكومه العراقيه، وبالتالي ليس من حق الاخرين ان يتكلمون عن رفع العقوبات بشكل عام، او هو يطرح مساله ان يكون ان الشارع العراقي تقول او الحكومه العراقيه ضد هذه العقوبات. انا قلت في لقاءات سابقه ان هذه العقوبات لا يتضرر منها الشعب العراقي، الذي يتضرر منها السياسيون الذين يرتبطون بإيران والذين بقاءهم وديمومتهم في الحكم وفي تمسكهم بالسلطة في بغداد هم من سيكونون عرضة إلى لهذه العقوبات، لأن بقاءهم ببقاء النظام وزوال النظام بزوالهم. هم أصبحوا يشكلون أداة ويشكلون محاور ويشكلون أطياف تابعة إلى النظام الإيراني ويسعون إلى تحقيق. نعم، في هذا السياق بالحديث عن هذا الدور الإيراني في بغداد، يرى مراقبون أن إيران استغلت الغطاء الديني وعلاقاتها بقادة الميليشيات والأحزاب لنهب العراق، ما تبعات ذلك على المشهد السياسي والاقتصادي حاليا في العراق؟ يعني نحن نعلم ان الميليشيات المسلحه التي تشكل اداه من ادوات النظام الايراني في العراق
التي تشكل هي عمقا استراتيجيا له في تنفيذ مشروعه التوسعي الذي اتخذ من العراق قاعده للانطلاق للسيطره على العواصم والدول المنطقه العربيه. وهذه العوامل هي بالتالي تشكل ايضا رافدا اساسيا في السيطره والهيمنه ان كانت اقتصاديه او سياسيه لهذه الادوات، وداعمه وسانده الى النظام الايراني. النظام الايراني له مشروعه التوسعي، ولكن من هي الادوات التي ستدفع بتاسيس هذا المشروع؟ هي الميليشيات التي اسسها، وبالتالي هو يعلم ايضا النظام الايراني الان بعد العقوبات التي فرضت عليه من قبل الولايات المتحده الامريكيه انه الان امام عقوبات قادمه ستكون في الشهر في بدايه الشهر الحادي عشر من هذه السنه. هذه العقوبات ستزيد بمعاناته الداخليه وستزيد بمكابداته، وبالتالي ستشكل حاله من عدم الرؤيه السياسيه في كيفيه التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه. لكن هو سيبقى النظام الايراني يسعى الى ايجاد عوامل اساسيه بابعاد المواجهه العسكريه ان كانت، او حتى المواجهه التي ممكن ان تؤثر عليه كنظام سياسي من في داخل الاراضي الايرانيه، وتكون معركته خارج الاراضي الايرانيه عندما في حافه تطلق عليها حافه الحدود، وهو بالتالي سيعمل على استخدام هذه الادوات التي تمثل الميليشيات او الاحزاب السياسيه التي زرعها في العراق او في بلدان عربيه اخرى، لتكون هي التي تواجه العقوبات الامريكيه او تواجه في هذا السياق بايقاف تطويق والتطبيق على الايرانيين. نعم. في اي مجال. في هذا الصدد موقع مونيتور الامريكي اكد ان الصراع الامريكي الايراني انتهى لصالح طهران بعد الانتخابات البرلمانيه، ما مدى صحه ذلك؟ يعني نحن يبقى هنا موضوع عامل الدولي. نحن نعلم انه التجاذبات السياسيه بين كل من الولايات المتحده الامريكيه وايران موجوده، وان جميع الحكومات التي تشكلت بعد الغزو الامريكي للعراق كانت تتشكل بتوافق واضح ايراني امريكي. الان بسبب هناك خلاف، وليس هو خلافا استراتيجيا فيما يتعلق بالملف في العراق، وانما خلاف على المصالح وعلى كيفيه الهيمنه والسيطره. كل من الطرفين الامريكي والايراني يريد ان يثبت قوته في العراق، ولكن ان اخذنا من جانب السياسي العام نرى انه الذي تحقق قبل يومين، نعم هو يكون في اتجاه المنهج الايراني، وتحقق ايضا في ان هذه الكتل كما قلت في بدايه حديثي، الكتل والاحزاب السياسيه المدعومه من ايران هي من ساهمت في ان يكون رئيس المجلس النواب الحالي. نعم. هو رئيسا له لاربع سنوات. فهناك الكثير من المراقبين وكثير من التحليلات السياسيه تشير الى انه الجوله هنا كانت هي جوله ايرانيه. هي ليست جولات وانما هي اتفاقات، وهي مصالح متباينه بين كل من طهران وكل من واشنطن، ولذلك سنرى انه حتى رئيس الوزراء او القاده سيكون هناك توافق بين جميع الاطراف عليه، وبموافقه ايضا امريكيه وايرانيه. هذا ما كنت ساسالك عنه، عن مستقبل، المعذره على المقاطعه لضيق الوقت، كنت ساسالك عن مستقبل الاوضاع في ظل هذه الترتيبات السياسيه والدوليه ايضا، وفي ظل الفساد الذي يشوب هذه الصفقات السياسية كما يصفها الكثيرون، لأن المناصب تباع وتشترى. يعني احنا إذا نظرنا إلى العملية السياسية في بدايتها بعد الاحتلال الأمريكي، هي شابهة كثير من الفساد. يعني هناك العمليات التي بدأت بفساد سياسي وفساد مالي وبعطاءات كثيرة، وآخرها كما نرى عملية العزوف المواطن الشعب العراقي عن المشاركة بالانتخابات، بحيث لم يشارك 80% منه. علم حقيقة ما يدور في خلط السياسيين المشاركين والعاشقين العملية السياسية. النقطة الثانية، التزوير الكامل الذي طرح للبيان بما ادى الى فرض اراده ان كانت شعبيه او اراده اقليميه او دوليه لاعاده الفرز والعد اليدوي، ومع ذلك لم يتحقق هذا لانه بقي المال السياسي وبقي الفساد السياسي هو المهيمن عليه، وبالتالي ما نراه وما يحدث وسيحدث مستقبلا انما يؤشر الى ان العمليه السياسيه التي جاء بالاحتلال هي ليست من رحم الامه وليست من رحم الوطن وليست من رحم الاحرار، وانما هي اعدت خارج هذا البلد
وجيء به وجيء بهذه العملية بأدوات أمريكية بريطانية وأرادت فرضها على الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي انتفض وانتفض من سنوات كثيرة، انتفض في 2013 والآن ينتفض في البصرة وسينتفض لاحقا وستبقى الانتفاضة الشعبية قائمة. أشكرك جزيل الشكر الباحث في مركز الأمة لدراسات وتطوير إياد العناس، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.